أعزائي المشاهدين، يسرنا أن نجري هذه المقابلة مع الأستاذ رائد الفارس. أستاذ رائد الفارس، ما هو معنى URB أو ما هو مصطلح URB؟ هلق هي في اللغة العربية اتحاد المكاتب الثورية، في اللغة الإنجليزية Union of Revolutionary Bureaus، واليو ار بي هي أول ثلاث حروف من هذه الجملة. ما هو دورك في هذه المنظمة التي تسمى URB؟ هلق أنا مدير المنظمة، مدير المنظمة، وإنه يعني مؤسسة تقريبا. بدك تحكي لنا كيف تأسست منظمة اليو ار بي؟ في البداية هي يعني بداية الثورة في كفرنبي، نحن تعرف إنه أول مظاهرة، أول حراك ثوري، كان لابد ما يكون في حدا عم يغطي بيصور وبينشر عبر الإنترنت. صح. لانه ما في وسائل اعلام تجي تغطي وتسال الناس عن مطالبها وكل هالقصص، فكان لابد ما يكون في حدا يشتغل هذا الشغل. انه كنت انا في البدايه، وكان يعني انه بنحسن نسميه مكتب اعلام، يعني هو ما مكتب اعلام، كنا اثنين نشتغل كل هذا الشغل على موبايل وعلى انترنت، ما بعرف كيف شكله، كان ستلايت انترنت صغير كثير. فتشكل كبداية مكتب الإعلام. بعد دخول الجيش على كفرنبيل كان في بحدود 50-60 ناشط موجودين من كفرنبيل، هربوا وطلعوا برا المدينة. سكننا في البساتين، سكننا في ضيعة تانية، معرض حرمة، جبالة، معرض زيتا، كل هاي المناطق سكننا فيها. نتيجة التشرد هود الناس اللي هربوا، 50-60 واحد، وقفت أعمالهم، فكان في مغتربين من مدينة كفرنبيل، أكثر من 400 مغترب في مدينة السعودية، جمعوا مبلغ، صاروا يجمعوا مبلغ شهري ويبعثوا لنا إياه، فإنه مثل المعونة شهرية كان. فتشكلت أول مكتب الجديد، المكتب الثاني اللي هو مكتب المالية. مكتب المالية كان ثلاث أشخاص بتجيهم هي المصاري، وكانوا يقسموها، كان راتب المتزوج 5000، راتب العزابة 3000. فانه تشكل هون نواة المكتب الثاني اللي هو المكتب المالي. بعد بفترة، بعد كمان ما وقف عمل الناس بنتيجة انتهاكات الجيش في المدينة وهيك، فصار في كمان وقف موارد ومن هالحكي هذا، ف زادت الحاجة، وبالمقابل زادت كمية المصاري اللي عم تجي او مواد عينية حتى. فتشكل المكتب الثالث اللي هو مكتب الإغاثة. صارت ثلاث مكاتب. في شهر 7 أو 8 2012 كان المكتب الإعلامي قبل هاي الفترة هو يوثق الشهداء، يوثق المعتقلين، يوثق الجرحى، يوثق كل الانتهاكات. بس لهذاك الشهر، لشهر 7 2012، كتير زادت هاي الحالات، زاد عدد الشهداء، زاد المعتقلين، زادت الانتهاكات، كل هالقصص. فكان لابد من مكتب مستقل هو يقوم في هذا العمل، فكان مكتب الاحصاء. صار اربع مكاتب. في 2012 شهر 8 تحررت مدينه كفرنبيل، وكنا مفكرين كثوار انه نحن قادرين على انه ندير المدينه ونكون قادرين نكون السلطه البديله. بس جربنا من البداية، من شهر، من 10/8/2012، ضلينا أكثر من شهر نحاول وفشلنا تماما، فشل ذريع جدا، أنه نكون السلطة الإدارية السياسية اللي موجودة أو السلطة الحاكمة. فسلمنا هذا الموضوع لمجالس محلية، هي كانت فكرة جديدة وأوطار والحكايات، فحاولنا نعتمد على الكفاءات والناس المؤهلين وأصحاب الإجازات، وشكل المجلس المحلي، ونحن انسحبنا باتجاه اخر. اتفقنا انه هي الاربع مكاتب ان نتحد مع بعض ونما اداره وحده، ونكون نواه منظمه المجتمع المدني تشتغل على المجتمع من داخله، على اعتبار انه هي 50 سنه من التربيه الغلط، من غرس المفاهيم الغلط، ساقت الناس باتجاه غلط. استطاع بشار الأسد أو نظام البعث كله من 63 وحتى 2011 زرع دكتاتور صغير موجود عند كل بني آدم ومواطن سوري، موجود في صدره. في اللحظة اللي بتفتح له الباب أو النافذة لهذا الدكتاتور، ممكن يطلع ويتسلط ويصير
اصعب من بشار الاسد. فكان انه الفكره انه ننشئ نحن منظمه، نشتغل على المنظمه على المجتمع من داخله، نشتغل على الفرد كفرد من خلال التوعيه الثقافيه، من خلال هاي الامور او طريق تغيير طريقه التفكير باتجاه الايجابي اكثر ما هو باتجاه السلبي. وكانت النواه، كان عندنا هدف، حطينا الهدف والرؤيه تبع المنظمه اللي هو الوصول الى دولة مدنية، دولة العدالة والمساواة اللي بتمنح وبتكفل حقوق مواطنيها مهما اختلفت انتماءاتهم الطائفية والعرقية. ولحتى تتحقق هذه الرؤية كان في عدة أهداف، بتبدأ مع أسقاط بشار الأسد، بتبدأ مع رفع السوية الثقافية لكل المجتمع، بتبدأ مع هذه الأمور. وكان الفكرة أنه إذا بدك تمنح او تعطي توعيه، تعطي ثقافه، كان لابد ما تقدم مشاريع خدميه بالتوازي لحتى يكون في صله وصل بينك وبين الناس. فكانت انه الفكره نمشي على خطين، خط توعوي وخط ثقافي، خط توعوي وخط تنموي، منها تامين فرص عمل، ومنها انه نمشي سوا مع المجتمع من داخله وننطلق فيه باتجاه اخر. وكان عدة مشاريع ساعدونا على ذلك. منظمه الديمقراسي كونسل اوف كاليفورنيا هي منظمة NGO من أمريكي، ساعدونا في البداية في أول مشروع اللي هو مشروع الأمريكي الإغاثي، كان بقيمة 371,000 دولار، سلم إغاثية توزعت في كفرنبيل، وكان من ضمنها في دورات بناء قدرات منهم، وهيك انطلقنا. نحن بنشوف رسومات كتير كاريكاتير على الإنترنت، كيف طرأت هاي الفكرة لألكم أو كيف إجت، وممكن تحكي لنا عنها شوي وكيف بتعبر عن الأمور اللي عندكم؟ طبعا هي فكرة اللافتات كلها، انه كيف ليش نحن رحنا بهذا الاتجاه، وليش عملنا اللافتات، وليش عملنا الرسمات. قلنا انه نحن في البداية انطلقنا وتظاهرنا، ولانه ما في وسائل اعلام تغطي تكون حرة او تنقل الصورة الصح والواقع، لذلك لابد ما انه نعبر عن راينا ومطالبنا بطريقه معينه، بطريقه اخرى، نلاقي طريقه نعبر فيها عن راينا. انه في البدايه ما اجى حدا وسالنا انتم ايش بدكم، ليش عم تتظاهروا، فكيف بدنا نقول للناس ونخبرهم انه نحن ليش عم نتظاهر. كان لابد ما نكتب مطالبنا على قماش او على كرتون، وكانت هون انطلقت بدايه اللافتات. كان في 15 نيسان 2011، وكانت اول لافتتين رفعناها في المظاهره وانطلقنا ومشينا. بعدين كتبنا في اللغه الانجليزيه واستمرينا. اول رسمي كانت لبشار الاسد، انه صورته كيف ضارب في الارض وكيف واصل للسماء، وانه انت لن تخلق الجبال ارضا ولن تبلغ السماء طولا، لقد قبول من الاعلام ومن المتظاهرين نفسهم. لما شيلوها كثير انبسطوا فيها من الحكايه. فقررنا هون انه كل مظاهر لازم يكون في رسمي او رسمتين تعبر عن الحاله. الرسمي لغتها عالميه اكثر، ما في داعي انت تترجمها وما في داعي تشرح، لغه عالميه هي بالاساس، فاي واحد بيشوف الرسمي سواء نطق في الصيني او نطق في العبري او نطق في الانجليزي او نطق في الفرنسي او في العربي او في الروسي، اي لغه كانت بيمكن يشوف الرسمي ويفهمها صح. مين هو الشخص اللي اكثر شيء بتعتمد عليه لاجراء هذه الرسومات؟ هلا في البدايه احمد جلال. احمد جلال هو رسام، هو بالاساس ما كان عنده مهنه الرسم، هو بالاساس معهد تعويضات سنيه، بس هنو كعائله جلال هنو بالاصل فنانين. في منهم الفنان ابراهيم الجلال معروف عالميا وعايش في فرنسا وبيشتغل من 1980، في الفنان خالد الجلال كمان معروف عالميا وكل هالحكي، فهنو عائله بالفطره بيرسموا. فانه البدايه كان انه الرسم هي الرسمي، وبلشنا انه الافكار دائما نتناقش فيها او بعطيه الافكار انا او وهو بيرسم. في بدايه 2012 اشتغلت معنا صبيه اسمها ايمان الاحمد، هلا موجوده في السويد، كمان نعطيها افكار وترسم. ضلت لنهايه 2012 وسافرت وتركت، وظل مستمر احمد جلال حتى الان، هو اللي بيرسم.
بنتناقش في الأفكار وبيرسم الرسمات وبيجيبها على المظاهرة بشكل دوري. ممكن تحكي لنا عن مشروعك بالتفصيل؟ طبعا نحن حكينا انه نحن بدينا في مشروع إغاثة، وبدينا فيه بالتزامن مع بناء راديو ستيشن اف ان. كانت البداية والانطلاقة فيها من شهر 6/2013، ولحد بدينا في 5 شباب الكادر، كان هلق عنا بحدود 132، منهم 28 بنت. فالراديو هي بتبث 24 ساعة بس متواصل، ما بتوقف على الإطلاق. من خلال الراديو بنحسن نوصل لكل الناس. وفي ريسيرش أخير في شهر أكتوبر 2015 لمؤسسة اسمها نافنتي أمريكية، عملت ريسيرش على المؤسسات الإعلامية اللي موجودة في سوريا. طلعت فريش اللي هي إذاعتنا نمبر 1 في كل سوريا بفارق كتير منيح، انه هي 45% نسبة وصول للناس. الثاني ورانا هي مؤسسة اورينت او راديو اورينت، كانت 22%. اذا مؤسسة كبيرة مثل اورينت تمويلها قد يتجاوز مليون دولار شهريا هي ورانا، ونسبة نص عن راديو فريش اللي تمويلها غير يعني كتير بسيط بحدود 10,000 دولار شهريا، فانه هاي تتجاوز هذيك بنسبة مضاعفة حتى المدى. تماما، اما مدانا اقل، نحن بنبس من سراقب لحم، يعني بنبس لجزء من ادلب وجزء من حما، بس طلعنا نمبر 1. في عنا اشتغلنا كمان بداية 2000، في نص 2013 شهر 7 تقريبا، جولاي 2013 بدينا في اول مركز مرأة اللي هو مركز مزايا، واشتغلنا على جانب المرأة ودعمناه من هون من منظمة اتحاد المكاتب. وفي بداية 2013 شهر 2 بدينا نشتغل على الطفل في أول مركز طفل، كان باصل كرامي، بعدين كان مركز ثابت في شهر 7/2013. فإذا كان بالتزامن مع بعض مشاريع تنموية ومشاريع توعوية. ومشينا في مركز الطفل، هلق صار عندنا 8 مراكز لمزايا منتشرة، في ما هو بس في كفرنبيل، في عندنا في معرض النعمان، في عندنا في جبل الزاوية، في عندنا في معرض حرمة، في عندنا في جبالة، في عنا 8 مراكز للطفل منتشرة كمان بذات المناطق، في جبل الزاوية، معرض النعمان، معرض حرمة. فإذا نحن عم نشتغل على منطقة جغرافية واسعة جدا فيها بحدود 1,000,000 شخص. من 1,000,000 شخص راديو فريش لها 405,000 مستمع. مراكز مزايا منتشرة في كل هاي المناطق، مراكز الطفل منتشرة في كل إذا مراكز مرأة، مراكز طفل، عم نشتغل عليها. عندنا منظمة حقوقية اسمها Lawyers for Justice، بيشتغل مع مشان المحامين، مشان تدريب، بناء قدرات، كل هذا الحكي، وتوثيق انتهاكات. في عنا مشروع خدمي اللي قدمنا مدينة كفرنبيل، اللي هو مشروع تزويد مدينة كفرنبيل مع قريتين ماء الشرب بكلفة 631,000 دولار تقريبا. وعملنا مشروع كمان مي، تخديم مي لمنطقة اسمها بابولين شرق المعرة لـ5 ضياع، قدمنا مي وكهرباء. وما زلنا مستمرين، في عنا مشاريع خدمية على الاتجاهين، يعني عنا مشاريع خدمية وعنا 3 مجلات حاليا بنشتغل عليهم، في عنا مكتب المرأة، في عنا عيادة متنقلة طبية بتطلع، صار هلق 2 سيارات بتعالج نساء وأطفال من المناطق التي لا يوجد فيها كوادر طبية. إذا يوميا من 80 ل 125 حالة بتعالج كل عيادة مع تقديم الدواء مجاني. ففي شغل، في عنا بنك دم مركزي لمحافظة إدلب كل أو وحما كمان، كل حدا محتاج دم. يعني هلق حاليا ما بقى تسمع نداءات على الجوامع أنه مريض بحاجة لدم، لأنه صار عنا بنك دم، عنده أي مشفى بحاجة دم بيمكن يجي على بنك الدم وياخد. في عنا منظومة إسعاف خارجي نحن داعمينها، هي 7 سيارات إسعاف بتتنقل من إدلب لحما في المحافظتين، بتنقل جرحى وتنقل تسعفهم، كمان نحن داعمين هون 7 سيارات. في كثير مشاريع، يعني ما في مجال لذكرها كلياتها، بس انه ما زلنا مستمرين وعم نشتغل على المجتمع. الهدف التغيير، الثوره هي تغيير، نحن تغيير المجتمع عم نحاول. يعني بتصور انه في نجاح، في صار في ثقه من المجتمع، مع انه
يعني هلق نحن معروفين كنشطاء ثوريين انه دائما بيقولوا حراميه سرقوا الثوره عبيدين دولار من هالحكي. يعني نحن وصلنا لمحل انه صار في شويه ثقه، اذا بدنا نقول يعني اذا التقوا 10 بيحكوا علينا بيطلع 2 من بيناتهم بيدافعوا عنا، فانه هذا الحكي صار كتير منيح بالنسبه لنا انه يلتقى 2 مبدئيا. يوما ما بعتقد ما بنطول لحتى الناس تعرف نحن ايش عم نشتغل تماما، تظهر الحقائق. وما بتطول لتظهر الحقائق، واكيد راح يعرفوا، ما هو ما هو ما هو بعد وقت كتير راح يعرفوا وين واصلين ومين نحن وايش عم نشتغل. كيف تتمنى ان يكون المجتمع السوري في المستقبل؟ المجتمع السوري يعني في الأخير نحن لما قمنا في الثورة كان في فكرة أنه نحن لسنا أقل شأنا لا عقلا ولا بنيانا ولا جسدا عن المجتمعات التانية. نحن بني آدمين مثلنا مثل أي حدا تاني موجود في أمريكا، موجود في أوروبا، موجود في أي مكان آخر من العالم. نحن كنا نتعامل معاملة العبيد، نحن كنا عبيد نشتغل في مزرعة على حدا لعائلة وحده هي بيت الأسد. كنا انه مثل قطيع الغنم بنطلع بنشتغل كل النهار، في النتيجه بيجي حدا بيحلب هاي الغنمات وبياخذ الحليب ببيعه. فانه ما بدنا اكثر من انه يعني حلمنا أن نعيش مثلنا مثل غيرنا، يعني مثل اي مجتمع حر بفكر صح، عنده كرامه، عنده حريه، عنده القدره انه يختار الحاكم تبعه، عنده قدرة أنه يحكم ذاته بذاته، كلمته مسموعة، ما يكون مقيد في كل القيود اللي كانت مزروعة وموجودة عنا. فأنه في النتيجة أنا عم بحلم أنه نكون بس بشر، نتعامل بشر مثل الناس، بس ما بدنا أكثر منها. لماذا استمريتم بعملكم السلمي على النقيض من الغير الذين توجهوا الى حمل السلاح او الفصائل المسلحه؟ هلا في البدايه نحن حكينا من شوي انه الثوره هي تغيير. التغيير تغيير المجتمع. تغيير المجتمع بيجي بالعمل المدني. العمل المدني هو عمل سلمي. انطلاقه الثوره كانت سلميه وكانت مدنيه بالمطلق. اللي تحول للعسكره واللي انشق من جيش النظام وشكل جيش الحر، يعني للاسف انه هلا وصلوا الناس لمحل انه اللي بيشوفوه شيء البارودي او عم يقاتل هذا بيقولوا عنه ثوره. بالعكس، هو ما هو ثوره. الثوره الاساسيه هي الثوره السلميه والنشطاء السلميين، والشعب هو نفسه اللي يتحرك باتجاه مطالبه الحقيقيه اللي هي الحريه والكرامه. فهو الثوره، الشعب هو الثوره. اللي شال بارودي شال البارودي لا يحمي الثورة وليس هو الثورة. إذا نحن يعني ما هو بصير التفريق المفروض يصير، إنه في حدا هو يتحرك وهو اللي راضي يغير اللي هو الشعب، وفي حدا انشق ليحمي هذا الشعب. المفهوم الخاطئ إنه الحدا اللي عم يقاتل صار اسمه الثورة، لا، على الإطلاق ما هو صح. الثورة هي الشعب، ما زالت هي الشعب، هو اللي بغير وهو القادر على التغيير. هذاك الحدا اللي شال البارودي وصار يقاتل هو اللي عم يحمي الثورة. فإذا اللي بيغير هو العمل المدني والعمل السلمي، هو القادر على تغيير المجتمع من داخله. البارودي أو حامل السلاح بإمكانه يسيطر، بإمكانه يقمع، بإمكانه يتصرف مثل ما تصرف النظام تماما، بس ما بيغير المجتمع من جوا. إذا العمل الأساسي هو العمل المدني والسلمي. لإيماننا في هذا الحكي ما زلنا مستمرين وما زلنا بنتقرأ. وكثير بيقولوا انه هود ليش لهلق عم بيتظاهر، او هود ليش لهلق ليش ما هنشيلين بارودي على الجبهات. عملنا هو الاساسي اللي على الجبهات عم يحمينا، منا عم نقلل ومنا عم نبخس من قدره ومنقلل من شانه، لا بالعكس، هو عم يضحي كمان في حياته في سبيل يحمي الثوره ويحمي الشعب لحتى الشعب كله يتغير وياخذ باتجاه ثاني. اذا هني خطين متوازيين، لانه ما صار العمل العسكري لانه نحن متفضين وبدنا نعمل عمل عسكري وبس هيك. صار العمل العسكري لانه تواجهنا نحن السلميين بعنف غير مسبوق، بقتل غير مسبوق، باساليب قتل غير مسبوقه، باعداد وكميات هائله من القتل، بعنف ما هو طبيعي على الاطلاق. لذلك لابد
كان ما يلتقى حدا يواجه هذا العنف بعنف. ما كان عندنا الأسلحة، ما كان عند الشباب القدرة العسكرية يقاوموا ويواجهوا، ولكن إذا حدا دخل على بيتك وعندك عندك أهلك بدك تدافع عنهم، تستعمل يمكن تستعمل مسكة الباب لتقاتل فيها في الأخير، وقد يكونوا هجمين عليك في دبابي، بس أنت في النتيجة في المتوفر صرت تدافع. فالفكرة أنه الأساسي هي التغيير ببلش من العمل المدني والسلمي، والحراك العسكري هو لحماية هذا العمل المدني والسلمي. كيف تتعامل أنت كرائد الفارس أو كمنظمة URB مع جبهة النصرة أو مع جيش الفتح؟ هلا جيش الفتح وجبهة النصرة هن جزئين في الشكل قد يكونوا مختلفين، ولكن في المضمون هن واحد. إذا بدنا نعرف جبهة النصرة، بدنا نعرف داعش، بدنا نعرف حتى أحرار الشام، حتى أي حركة أو أي تنظيم عسكري بيحاول يفرض سلطته على الناس المدنيين او على الشعب، على الاطلاق ما بتحسن تفرقه عن طريقه تفكير النظام. النظام نفسه هو اللي حكم في البارودي وحكم في السلاح، فاي حدا تاني بيفكر يحكم في البارودي والسلاح هو مثله وعم يتعامل بنفس الطريقه. ما كثير نحن بضايقنا وجوده، بالعكس يعني موجودين وهن قوة موجودة على الأرض ما بتحسن تتجاهلهم. بس نحن في الوقت بنشتغل والوقت بنتقيد في كتير تفاصيل، ما بنتقيد خوفا منهم أو خوفا من وجودهم، نحن بنتقيد مع مجتمعنا. مجتمعنا مغلق جدا، محافظ جدا ما قبل الثورة، وفي كتير فصل بين الرجل والمرأة قبل الثورة. فنحن الوقت بنفصل ما هو خوفا من هود الناس، نحن بنفصل حفاظا على بنية مجتمعنا. لأنه إذا بدك تشتغل أنت مع مجتمع، بدك تشتغل مع هذا المجتمع وتضل تبني هي جدار الثقة اللي موجود بينك وبينهم، الروابط وأواصر الثقة اللي موجودة بينك وبين الناس، فبدك تراعي مشاعرهم وتراعي بنية مجتمعهم، لأنه هي بالأساس بنية مجتمعنا. فنحن بنراعي المجتمع قبل ما نراعي هي التنظيمات. يعني أهم شيء عندنا المجتمع وما تبقى هو تفاصيل. تعدوا علينا كثير، حتى محاولة اغتيال اللي حطوا لي مرة قوة سوني على باب الدار، اثنين مسلحين، وضليت 3 شهور لحتى شفيت وقمت، بعدين حطوا لي لغم عند السيارة، وبعدين لغم عند السيارة، وبعدين خطفوني جبهة النصرة، وبعدين أخذوني جند الأقصى. فكل هذا واجهناه، وكل هاي بتصير لأنه في الأخير اللي معه برود يفكر حوله إنه هو بده يسيطر على كل الناس، بس يتفاجئوا في ردات الفعل الإعلامية والشعبية، لذلك يتراجعوا ويوقفوا. إذا نحن قوتنا في بيئتنا الاجتماعية الحاضنة، ودائما دائما الكلمة أقوى من السلاح، فبصير شد ورخي وبصير مداهمات من عندهم، بصير كل هذا الحكي، بس في النتيجة نحن عم نشتغل وموجودين، ونحن أمر واقع مثل ما هني أمر واقع، ونحن لنا ارتباط في الأرض أكثر. نحن عنا العائلة، نحن عنا الزوجة، نحن عنا الأولاد، نحن عنا كل هذا الحكي من ضمن المجتمع، ونحن المجتمع في الأخير. هني قد يكون ما له ارتباط غير البارودي. ما هي الرسالة التي تريد أن تنقلها للبلدان الأوروبية أو لبلدان الغرب عن طريق هذه المقابلة؟ طبعا هي أهم في الأمر أنه لعب بشار الأسد لعبته من بداية الثورة، واشتغل على خطين. أول خط أنه حاول يفهم الناس أنه أنا عم بواجه إرهاب وعم بواجه متشددين ومتطرفين. الخط الثاني أنه ما يحصل في سوريا هو حرب أهلية. الرسالة هي أنه ما يحصل في سوريا هو ثورة بكل معنى الكلمة، هي ثورة شعب قام وبده حريته وبده كرامته، واجهوا النظام بعنف، واجهوا بقليل من العنف هذا الشعب، بس النظام ابتدأ وابتكر شيء اسمه داعش وطلعوا على الساحة وصور للناس انه هو من طرف الثورة. وعلى الاطلاق ما هو صح هذا الحكي، لانه الشعب نحن نفسنا عم نعاني من ارهابين داعش وعم نعاني من ارهاب الاسد، اذا نحن بنفكر كم ماشي. فالناس صارت تشوف بس الاسد وداعش ونسيوا الشعب الموجود. يعني انا بس انه يفهموا انه اذا قلنا النظام واللي معه خليهم يطلعوا 200 300 الف، خلي داعش تطلع 100 ألف،
داعش النصر كل هذا الحكي يطلع 100,000، بس في 20 مليون سوري عالق بيناتهم ما حدا منتبه له، في حراك مدني عم بيصير وثوره شعبيه على الارض ما حدا منتبه لها، في شيء اذا بدنا نقارن صحيح صار كثير قتل وصار كثير دم، بس اذا بدنا نقارن في الثوره الفرنسيه ياخذوا الثوره الفرنسيه هي كمان كان عنف في مواجهه عنف، بس ضلوا يسموها ثوره، ضلوا يسموها ثوره في فرنسا مع انه مات كثير ناس. وفي النتيجة وصلت لثورة غيرت وجه أوروبا. نحن عم نحلم ذات الحلم أنه نحن رح نغير وجه الشرق الأوسط، بس أنه في شعب عالق بين الإرهابين ينتبهوا له. من ناحية ثانية ما هي حرب أهلية على الإطلاق، الحرب الأهلية بتصير بين طائفتين، بتصير بين عرقين، يعني إذا قلنا كردي عربي او سني علوي او سني درزي او سني شيعي، لا على الاطلاق اللي عم بيصير في سوريا ما هو هيك. اللي عم بيصير نظام معه جيش عم بيواجه شعب، عند النظام وعند الجيش في سني وفي دروز وفي علوي وفي مسيحي وفي كل هذا الحكي، وفي عند الشعب في دروز وسني ومسيحي وعلوي وكل هذا الحكي واكراد، وفي اكرادها. اذا هي بين النظام واللي داعمينه وبين الشعب، بين كل اطياف الشعب. اذا ما هي حرب اهليه على الاطلاق، هي ثوره، بس يصلحوا هذا المفهوم انه ما هي حرب اهليه ولا هي نظام عم بيقاتل الارهاب، هي عباره عن ثوره، وثوره راح تنتصر وانتصرت من اول يوم هتفنا في الشوارع انتصرنا. ما تبقى هو تفاصيل. ما رايك في محادثات فيينا؟ طبعا محادثات فيينا اللي حصلت اول جولي او ثاني جولي كلها ما كان فيها ولا سوري، كانت دول عم تقعد مع بعضها وبتشوف كيف بدها تحل الوضع السوري، بعدين صار مؤتمر الرياض وكل هالحكيات. بكل الاحوال يعني اشو من صار اشو ما حصل هو قد يكون خطوي، قد تكون خطوي لقدام، انه سواء كان انه حكومة انتقالية مع بشار الاسد محدود الصلاحيات او حكومة انتقالية بدون بشار الاسد او كل هذا الحكي، فهي اكيد خطوة. يعني ممكن على الاقل تخلص الناس من القصف، ما في مشكلة. يعني في النتيجة نحن دورنا عم نمارسه على الارض مثل ما هو، وقد يوقف عنا القصف، هذا شيء منيح، بيكون كثير منيح. بس يعني ما بعرف انه المفروض يكون تبدا على شرط عدم وجود الاسد في السلطه، لانه ما في حدا بقى بيقبل من الشعب يشوف اللي قتل ابنه او اللي قتل بنته او اللي قطع اجر ابنه او قطع اجر اخته، او ما بقى يقبل يشوفه في السلطه، ما بقى حدا يقبل يشوف حدا شرد 12 مليون سوري وقتل 500 الف سوري ومعتقل بحدود ال 500 الف سوري، ما بقى يقبل يشوفه في السلطه. يعني أنا ما بعرف كيف الناس لحد هلق بتتصور إنه يضل بشار الأسد في السلطة، إنه بيجي مثلا بتجي على شعب تاني مشان تنكة زيت، منشان جريمة قتل ما بينكشف القاتل، بيستقيل رئيس الوزراء وبيستقيل المسؤول. نحن ما عم نحسن نفهم إنه كيف دولة بتتدمر بالمطلق، شعب بيتهجر نصه، شعب بيقتل منه 500,000 وبينسجن منه 500,000 ولسه الحاكم في السلطة. يعني هذا الشيء من عم نحسن نفهمه، انه ليش كانت بداية محادثات فيينا على شرط عدم وجود الاسد، مهما كان دعمه، مين ما كان دعمه، في النتيجة اللي دعمه قاتل مثله، اللي دعمه روسيا، ايران، حزب الله، ميليشيات العراقية، كل هذا الحكي هن قاتلين، يعني قتلي. يعني ما بعرف كيف انه بيرجعوا بيسمى حالهم انه ديمقراطية ومن هذا الحكي. ما بعرف كيف مجلس امن قائم على الديمقراطية وقائم على دول تعتد بالديمقراطية، وفي النتيجة انه حدا واحد بس بيعمل فيتو بيلغي 15 حدا. انه كيف في النتيجة نحن بدنا نقبل وجود بشار الاسد في السلطة، ما بعرف. بس انه خلص هني ماشيين في طريق ونحن ماشيين في طريق، اذا امنوا خطوة لقدام بيكون كثير منيح. ما هي المشاريع التي في ذهنك للمستقبل ما بعد الحرب في سوريا؟ هلق ما بدنا نسميها حرب اول شغله، هي انا بعترض كثير على كلمه حرب، برجع بسميها ثوره. ما يحصل هو معارك، ما يحصل هو قتل،
بس انه اللي بدينا فيه نحن مكفين فيه. ومثل ما قلت لك انا معتبر ان الثوره انتصرت من اللحظه الاولى، من لحظه الهتاف الاول، في وجه ظالم، في وجه حاكم ارغم شعبه على الركوع 50 سنه. اول صرخه في الشارع وهيك هي كانت النصر. ما تبقى هو هدم مزرعه الاسد ونحن رايحين باتجاه نبني وطن، يعني تركنا انه عبيد، بطلنا عبيد، نحن بشر ونحن بدنا نعيش ونبني وطن. الوطن اللي عم نحلم فيه واللي حكينا عنه انه هو يكفل في وطن عدالي ومساواه ويكفل حقوقي. انا مين ما كنت، مسيحي، سني، درزي، علوي، في النتيجه ما ينظر لي بهذا المنظور، ينظر لي انا مواطن. ما ينظر لي انه انا كردي او 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 عربي، ينظر لي انا مواطن. يعني نوصل لهون. فانه المشاريع هي مستمره، مشاريعنا انه ناويين نحن نتمدد افقي، نتمدد عمودي، نتمدد افقي جغرافيا، ننتقل من منطقتنا نحن هون، ننتقل لمناطق ثانيه ونشتغل على ذات الاسلوب. تمدد عمودي ممكن نرفع السويه شوي، نرفع الاحترافيه اكثر، نوصل الاحترافيه اكثر من ما نحن موجودين. شوي شوي شايف الامور رايحه بهذا الاتجاه، وانه في كثير ناس عم تتعاون معنا، منظمات ان جي اوز عم يتعاونوا معنا بحيث يبنوا قدراتنا ويعلمونا اكثر ويدربونا اكثر، يكون عندنا الامكانيات باعتبار عندنا الرغبه، فانه نصل اكثر، تمدد افقي وعمودي. ما هي مصادر التمويل او مصادر الدعم لمنظمه يو ار بي؟ هذا في البدايه قلنا انه هن كانوا انه في مغتربين من كفرنبيل مقيمين في السعوديه ومناطق الخليج، وكانوا هن كبدايه هن اللي دعموا في البدايه. بعدين من نهايه 2012 وبدايه 2013 بلشنا نتعامل مع ان جي اوز انترناشونال. فكان حكيت عن ديموكراسي كونسيل اوف كاليفورنيا، هي منظمه امريكيه، تعاملنا معهم، تعاملنا مع كرييتيف، مع كيمونيكس، مع ان جرين، مع منظمه يعني هي ان اي اي، مابي، كلها امريكيه هي، وتعاملنا مع منظمات اوروبيه، اي اي دي، يوروبيان اندومنت فور ديموكراسي، جي اي زد، سيف ذا جيلترن، وور تشايلد، يعني كثير كثير منظمات، هي ان جي اوز بالمطلق. يعني نحكي معهم، بنقدم بروبوزل، بناخذ وقتنا لدراسة البروبوزل مع المنظمة، وفي النتيجة قد نحصل على تمويله أو ما نحصل على تمويله، مقدم مشاريع نحن لعدد منظمات وبيصير قبول وإجابة قبول، وبعد الدراسة ممكن يدعمونا ممكن لا. يعني بس إنه هود شركائنا، يعني في يمكن ما ضل المنظمة اللي تعاملنا معها، يمكن نسيت من الناس، بس إنه كل المنظمات الأوروبية والأمريكية تعاملنا معها. هل لديك نية بإنشاء مشاريع إنتاجية داخلية يمكن الاعتماد عليها لتأمين الدعم لمنظمة يو ار بي؟ ابدا في الوقت الحالي لا. شفنا غيرنا تحاول يشتغل هي الشغله وشفنا فشله بسبب لسه بدنا شغل كثير لحتى نوصل لمحل انه تكون انتاجية، وانه هي تكون تعتمد على حالها في التمويل. بس عندنا نقطة كثير مهمة نحن هون، انه بداية تشكيلنا نحن كمنظمة كلها زوار، يعني كلها عندها العمل التطوعي هو اساسي، فما هو كثير مهم الموضوع الراتب، يعني في النتيجة ما هو مهم كثير الراتب. يعني كمثال نحن الشهر الماضي اللي هو شهر نوفمبر 2015 ما اعطينا رواتب، ما كان في بداية السنة هاي 2016 اعطينا رواتب شهر نوفمبر وشهر ديسمبر سوا دفعة واحدة، فانه الناس ما عندها مشكلة. ونحن بحدود ال 470 موظف موجودين في اليو ار بي، ما حدا سأل انه ليش ما في راتب، او ما حدا سأل في راتب او ما في راتب. يعني هاي الفكرة الأساسية انه هو عمل تطوعي أكثر. احتياجاتنا كثير بسيطة، يعني انه تخيل مثلا ممكن نحن 470 موظف وموظفة، منهم 270 موظف و200 موظف، كل في شهري بحدود 60 ل 70 ألف دولار. يعني ما هو رقم، ما هو مبلغ مقارنة مع العدد اللي موجود. فإنه وإذا ما نوجد ما حدا بيبطل، وما حدا بيقول بطلت اشتغل لأنه ما في روتين تطوع.
فانه هي اساسيه عندنا في اليو ار بي. المشاريع الانتاجيه تعتمد على، يعني لأكون صريح هون وواضح، حكينا انه المجتمع السوري بده تغيير، لسه ما تغيرنا. نحن عندنا انه قد نوصل لمحل، يعني بخاف كثير انه نتجه باتجاه المشاريع الانتاجيه، فنوصل لمحل نقول بدنا نطلع مصاري اكثر. نحن رايحين باتجاه هدف وينحرف هدفنا ويروح باتجاه المصاري، وبس انحرف باتجاه المصاري خلص تركنا الهدف الاساسي ورحنا المصاري. وقد تصير، قد تصير، ما هو ما بخاف انه مثلا على الكل، بس انه قد ينحرف قسم من الشباب ويروح باتجاه مصيري اكثر، وهذا ما هو هدفنا في النتيجه. فانه لسه ما مستعدين، يوما ما قد نستعد ونكون مستعدين نعمل مشاريع انتاجيه ونعتمد على حالنا اكثر. في شغلات بسيطه ممكن، مثلا الراديو نحسن نامن مصادر دخل الراديو، بس بطريقه ولسه ما عملناها ولا مره، انه ممكن اعلانات، ممكن اي شيء ثاني نشتغله، بس لسه ما فكرنا في هذا الموضوع. ما رايك في مصطلح اغراق الثوره بالمال يؤدي الى افشال الثوره بشكل كامل؟ تماما. لا تجاوبني على السؤال اللي بدي تماما، هيك هذا اللي صار فينا. اللي صار فينا اغرقونا في المال وذبحنا. يعني في شغله انه مثلا كان يجي كثير انا صحفيين اجانب كثير لهون على المكتب الاعلامي ويناموا عندي، يعني فوق ال 500 ل 600 صحفي اجنبي وصحفي واجوا نشطاء، كلهم يعرضوا مصيري. الكل متعلمين اذا يروحوا على محل بدهم يدفعوا للانترنت ويدفعوا للمنام ويدفعوا للاكل. ما اخذت من ولا واحد ولا دولار لسبب واحد بس، انه اخذ مثلا منك انت اليوم فتت اخذ منك 300 دولار مثلا. فمره ثانيه اتعلم على هي الشغله، مره ثانيه ما بشوف الصحفي غير دولار. هيك بده يصير. لذلك انه ما بديش يقولوا بدنا نتبرع، او انه حرام انتم تروحوا مصاري الثوره وتحطوا لنا اياهم اكل، قال لهم في مكتب ميلي تحت انزلوا تبرعوا فيه. ينزلوا يتبرعوا على المكتب الميلي ما بعرف ايش يحطوا فيه، بس في النتيجه انا ما شيل دولار، لانه بس شلته شفت الصحفي دولار. لذلك ما اخذت من هون، انه خلص خليكم بعض. هدفي بده ينحرف تماما اذا ما هو انا الشباب اللي معي. راح ننحرف ونروح باتجاه المصيري، وهيك هيك مصيبه، يعني ما هو مصيبه شوي. يعني انا شفت اللي انحرفوا، مثلا في ناس كانوا اعلاميين وقد هذا الحكي، بس المصيري اخذتهم باتجاه اخر. في ناس اعلاميين وثوريين ونشطاء ثوريين بكل معنى الكلمه، بس صار مراسل لقناه، صار يحكي في الدولار، صار يعني صار اجنده عنده، صار اجنده القناه، ما هي اجنده الثوره. شفت مثلا اللي راح باتجاه العسكرة، كمان اجى دعم عسكرة، صارت ظروف حياته مختلفة تماما وبطل يعيش عندنا، ما بقى يعجبه العيش في مناطقنا في الداخل، وصار يعيش برا وكثير عجبته الحياة وصار يخاف من الموت. يعني هلا وجودنا نحن هون، وانه نحن مكتفين، يعني مثلا انا راتبي 100 دولار مثل اي موظف موجود هون، فما عندي كثير ولا في الحياة، يعني ما عندي كثير انه هلق. عم تكتب لي الحرمي انه البيت كله صار ماي نشيش ومسكرت ولا مسكر ما بعرف ايش وقيمي لقيمي، فما ما عندي هالولع اللي في الحياه، ليش بدي اعيش هسه؟ ما صفى انه والله انا عايش في تركيا وعندي شقه دوبلكس وعندي سياره في هذيك الحسبه وعندي كل هذا الحكي. بس صار عندك هي الحسابات، لحقت هي الحياه الكويسه، ما بقى ضل عندك مهما كانت الدافئ، ما ضل عندك الإمكانية تترك هذا البسط والحياة الرغيدة وتروح باتجاه هالشغل. أنا أديت دوري وراح أخلي الباقي لغيري، الباقي ينحرف عن هدف تماما، إنه أنا مهم للثورة، أنا بجيب دعم. في كثير ناس صارت هيك، إنه أنا مهم، وإذا قتلت كثير عائلات بتموت من الجوع بعدي، فانا مهم لازم اطلع عيش في تركيا مشان ما حدا يغتني ومشان ما اموت. فانه لازم، بس الفكره انه انت من طلعت لبرا وصرت في تركيا خسرتك الثوره وخسرك الناس وكل شيء، كل شيء عملته انتهى. هذا السبب اللي خلانا نضل مستمرين، على انه بيجينا تمويل، بيجينا دعم بنوزعه، ما بيجينا بنضل بلا اكل. شكرا كثير لك استاذ علي. تكرم.